أستاذ عادل فرج، أعود إليك لنكمل النقطة التي أثرتها والمتعلقة بالتواجد الأجنبي في منطقة الساحل. تحدثنا من قبل عن التقسيم الجغرافي للحركة الإرهابية، ماذا عن النفوذ الأجنبي؟ أين يتمركز في منطقة الساحل؟ يجب أولا أن نحلل طبيعة هذا التواجد الأجنبي. فعلا هناك صراع خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مختلف القوى الدولية. هناك أشكالية سلاسل الإمداد، هناك ما يسمى في الجيوبوليتيك المحيط الجديد. إذا حاولنا تجميع هذه المعلومات سنلاحظ مجموعة من الملاحظات، من بينها أولا في الوقت أن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الناتو في تحالفها مع الاتحاد الأوروبي في صراعها سواء مع روسيا أو مع الصين أو مع إيران، إذن هناك هناك ضغط يمارس بطريقة مباشرة على النظام الروسي. لكن النقطة الإيجابية للتدخل الروسي في إفريقيا ما هي؟ أنه لو قمنا بتحليل العلاقة التواجد الصيني أو التواجد الروسي بالمنطقة نجد أنه ليس تواجد عسكري قوي، ولكن كما يقال أحيانا وهي أيادي نظيفة، الصراحة هي ليست أيادي نظيفة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه هذه الدول التي تواجد فيها مستعمر ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا، مثل ألمانيا، مثل إيطاليا، مثل بريطانيا. إذن تواجد الإفريقي هناك في المتخيل لدى العقل الإفريقي، لدى المتلقي، ماذا هناك؟ أنه مستعمر، أنه فقط يدافع عن مصالحه الاقتصادية. بماذا استفدنا من تواجده طيلة هذه المدة؟ في حين حينما ننظر إلى التواجد الصيني والروسي فهو تواجد مختلف. التواجد الروسي استفاد شيئا ما من تاريخه السابق، أي المعسكر الشرقي، أي روسيا تدعم الحركات التحررية، روسيا هي في خدمة ومحافظة على سيادة الدول، روسيا لم تساهم في تقويض بعض البنى المؤسساتية داخل إفريقيا، رغم أن تواجدها اقتصاديا ضعيف 20 مليار. بالمقابل بالنسبة للصين تواجدها جد مهم، أي ما يعادل 200 مليار دولار. انسحاب فرنسا في الأصل، أنه انسحاب فرنسا ماذا يعني؟ يعني أن الصين ستتواجد أكثر عسكريا لتدافع على المصالح الاقتصادية، في حين كانت فرنسا ضدا عن رغبة فرنسا. الأستاذ عادل فرج، ربما هذا السؤال يتبادر إلى الذهن. نعم. كذلك يعني لا، ضدا عن رغبة فرنسا، ما الذي تستفيد منه؟ ليس هناك رغبات في العلاقات الدولية، في السياسة الدولية. لا، أنا أطلب منك أن تشرح لنا، هل تنسحب فرنسا، تتخلى عن مصالحها الموجودة هناك منذ عشرات السنين؟ لماذا تنسحب فرنسا؟ هل هي هدية تقدمها هكذا مجانا لدخول آخر؟ فرنسا ارتكبت خطأ عسكريا حينما تدخلت في هذه المناطق الإفريقية. لماذا؟ لأنه لو رجعنا لتاريخ شيئا ما، ظاهرة الهجرة، هل الهجرة الإفريقية تتوجه نحو الصين أو نحو روسيا؟ لا، تتوجه نحو الاتحاد الأوروبي بفضل الموقع. ولكن أستاذ عادل فرج، قد يجتمع الكثير من المحللين ويقولون إن فرنسا أخطأت وارتكبت الكثير من الأخطاء الاستراتيجية المتعلقة بالجانب العسكري، ولكنها استفادت وما زالت تستفيد من الخيرات الإفريقية. فعلا أستاذة واحدة، ما خليتينش كمل الفكرة أستاذ. أولا، رغم التواجد الروسي، رغم المجهود الصيني، رغم المجهود الأمريكي، هذه القارة مرتبطة بالاتحاد الأوروبي. ظاهرة الهجرة، هناك عدة أجيال، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، فرنسا بتصريح رئاسي يقول أن فرنسا لن توجد بدون إفريقيا، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن المصالح الاقتصادية هي مرتبطة، كما لو قمنا بإحصائية مجموعة الدول الناطقة باللغة الفرنسية سنجد أنها أكثر أهمية. بمعنى آخر، أنه رغم التواجد الروسي، رغم التواجد الصيني، رغم إمكانية حل مشاريع استثمارية ومشاريع اقتصادية، هناك لا ننسى أن هناك تقارب ما بين دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا بقوة التاريخ. الآن يمكن أن نذهب بعيداً أكثر من ذلك، من حيث الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، أي جنسيات مشتركة.
بمعنى أن فرنسا كانت ستضمن تبعية هذه الدول اقتصاديا، والدليل على ذلك أن احتياطي بعض الدول الإفريقية من الذهب يستعمل كاحتياطي من طرف فرنسا. طيب دكتور، يجب أن نقوم بتدقيق المسائل شيئا ما اقتصاديا.